بنسجل الاخبار هنا على دلوقتي عندنا احنا الجهاز دوت عباره عن تسخين الهواء باستخدام الواح الطاقه الشمسيه. عندنا مدخلين هواء، ده المدخل السفلي اللي هو من تحت الخليه والمدخل العلوي، وفي مخرج البلاط. الهواء بيخش من فوق بيمر على اللوح الخليه من اعلى وياخد ممر تاني من اسفل. في حاله ان احنا غالقين البوابه ديات بيبقى الهواء الدخول 100%. في حاله غلق البوابه من فوق بيخش الهواء 100%، بيعدي من تحت الخليه وبيخرج من الخارج. تمام، بيحصل تسخين لوح الطاقه الشمسي من خلال الاشعه الشمسيه، وبيحصل بترتفع درجه الحراره من خلال بيحصل انتقال حراره عند بين لوح الطاقه الشمسي والهواء، وبتزيد درجه الحراره مع الخروج هنا. ماشي، دي عباره عن جهاز الداتا لودر اللي بنوصل عليه حساسه درجه الحراره. ماشي، عندنا حساسات درجة الحرارة بتظهر على الشاشة هنا، درجة حرارة 1 و2 و3 و4 موجودين جوا الجهاز على الخلية. تمام، وعندنا دي المقاومة المتغيرة اللي بنقيس عليها الحمل بتاع الخارج بتاع اللوحين الطاقة الشمسي، لأن احنا بنعمل مقارنة بين اللوحة اللي فيه خلية برة حرة وفي خلية من الموجودة في الجهاز. تمام، وده جهاز عبارة عن جهاز قياس شدة الأشعة بتاعت الأشعة الشمسي والسقط على اللوح الطاقة الشمسي. هو الفرقة دي مشهورة احنا معدي؟ أيوة يا عم. تحدث الميه عن طريق ترطيب وزاره الرطوبه الهيوميفيكيشن دي هيوميفيكيشن ديسيمينيشن. طبعا ده جهاز تحدث الميه عن طريق ترطيب وزاره الرطوبه الهيوميفيكيشن دي هيوميفيكيشن ديسيمينيشن. اول حاجه طبعا مكونات الجهاز اللي احنا شايفين ده خزان ميه، في هيتر، الهيتر ده القدره بتاعته 5 كيلو وات. بعد كده انا بسحب الميه السخنه عن طريق مضخه برشها هنا، هي رش هنا اعتقد مره الشهر، الرشات دي في المنطقه دي في حجر اللي هو الباكنج اسمه ايه اللي هو الحجر او الكرتون من المعالج. بعد كده يعتبر في من ورا هنا بلور، البلور ده بيدخل الهواء من اسفل، والمضخه دي طبعا هي بترد مين الميه من اعلى. فبيحصل تبادل حراري ما بين الميه المغشوشه والهواء المدفوع من اسفل. هنا طبعا بيخرج من البخار، طبعا محمل البخار من الميه بيمر على النقطه دي، في هنا مكثفات اللي هو الكوندنسر. المكثفات دي طبعا البخار نازل من فوق، وفي اللي هو عن طريق الوسطتين دول في يعتبر الميه البارده، فانا بدخلها عن طريق مضخه او عن طريق الوسطه العاديه، بتخش طبعا المكثفات، بتخش الميه داخل المكثفات بتكثف عليها البخار، فبينتج لي هنا الميه المحلاه في هذه العلبه، بعد كده بيخرج الهواء من ورا يعني. فالجهاز ده طبعا جهاز متطور من الاجهزه يعتبر الحديثه، وفي يعتبر اللي هو طرق ثانيه زي طريقه الار او، دي يعتبر فيه محطات كثيره في الغرض وكده. فان شاء الله الجهاز مع التطور العلمي باذن الله هيكون افضل منهم، وباذن الله يعتبر هنطور في الجهاز، يعني بدل ما نستخدم اللي هو الباكنج العادي احنا مثلا ممكن نطور ان شاء الله بالاضافه الى الحفاظ على من استهلاك الطاقه، ومثلا ممكن في قدام ان شاء الله برك نستخدم مجمعات شمسيه عن طريق اللي هو تسخين الميه او عن طريق التسخين بتاع الهواء. فان شاء الله الجهاز يكون فيه